جاي بوران طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ جاي معنا، قراءتك لما يجري فيما يتعلق بصفقة تبادل وهذه المفاوضات، هل نقترب من صفقة؟ ערב טוב לורן. מסע الخير. אני חושב שבשלב הזה أعتقد أننا في هذه المرحلة هناك الكثير من المعلومات من كل الأطراف وأحيانا متعارضة ولا تسير بنفس المسار. كيف تغلق الفجوات بين نتنياهو وبن غفير وما سمعناه حتى قبل يوم أو يومين من حماس؟ لا شك أن هناك الكثير من الحرب النفسية. حماس تريد أن توحي بأنه بعد قليل ستكون صفقة وحينها سيكون الجميع متفائلين وبعدها يعودون إلى الوراء ويكون إحباط. كل شيء ممكن، ولكن البعد بين المعلومات التي تحدثوا عنها عن آلاف مقابل المئة وشيئا ما، بالأمس سمعنا عن ثلاثة محررين فلسطينيين كل مقابل كل رهينة، لا نعرف كيف أغلقت الأمور، ولكن الأهم هو قضية وقف الحرب. إذا وافقت حماس على أنها سوف تحرر المخطوفين أو أغلبهم بدون الإصرار على أن الحرب على كون الحرب تتوقف والجيش يتراجع، هذا سيكون مفاجئا جدا. هذا سيفاجئني جدا أنه سيعطي كل أوراقه تعطي كل أوراقها من أجل أن تتواصل الحرب بكل قوتها بعد عدة أسابيع. لذلك علينا أن نكون صبورين وننتظر أي من، وبدل أنك أن نتراوح بين التفاؤل والتشاؤم لننتظر أيام. ذكرت موقف بن غفير والتصريحات التي تخرج من الحكومة تحديدا حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف، عندما ونذكر بما قاله لبيد زعيم المعارضة يائير لبيد، يقول بأنه مستعد للانضمام إلى هذه الحكومة من أجل إعادة المختطفين. برأيك كيف تقرأ هذه التصريحات وهذا الموقف للبيد، ولا يدل على أن هناك بالفعل تقدم ومؤشرات إيجابية فيما يتعلق بهذه الصفقة؟ هذا يدل على أن لبيد يريد أن يبث أنه من أجل الصفقة جدا، ويقول للحكومة لا تخافوا من أن يترككم بن غفير سآتي مكانه، ولكن هذه ألعاب سياسية، لأن نتنياهو يعرف أنه إذا أتاح لبن غفير الخروج ودخل بدله لبيد، بعد أسبوع سيكون له لبيد إلى اللقاء وهكذا، لن يكون له لا هذا ولا ذاك، وهذا كلام سياسي وليس عملي. ابقى مع أستاذ جاي، سنتوسع بهذه النقاط ونتوجه الآن إلى حيث كشفت لربما صحيفة معرفة الإسرائيلية النقاب عن خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، تشمل إقامة حكم عسكري مؤقت وتحالف دولي في غزة وسلطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية. المزيد في التقرير التالي. حكم عسكري وتحالف دولي وسلطة جديدة، ملامح خطة إسرائيلية سرية لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي من انتهاء الحرب. الخطة التي كشفت عنها صحيفة معرف الإسرائيلية تبدأ بإقامة حكم عسكري إسرائيلي خالص في غزة، يدير نقل المساعدات ويتحمل المسؤولية عن معالجة احتياجات السكان، تزامنا مع إقامة تحالف دولي يضم دولا عربية بينها السعودية ومصر والمغرب والإمارات، البحرين يكون جزءا من اتفاقية تطبيع يوقع عليها لاحقا. لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافنا، وهذا يعني القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين، وإلا ستشكل غزة تهديدا لإسرائيل. لن نسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. التحالف الذي تشير إليه الخطة سيدعم إقامة جسم جديد يسمى السلطة الفلسطينية الجديدة، تتسلم لاحقا المسؤولية عن غزة، شريطة ألا يرتبط المسؤولين فيها بحركة حماس أو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشكل مباشر، مع احتفاظ إسرائيل بالحق في التصرف على المستوى الأمني في غزة بالطريقة التي تعمل بها في الضفة.
وحسب الخطة التي صاغتها مجموعة من رجال الأعمال في إسرائيل، ترجح الصحيفة الإسرائيلية أنهم من مقربي نتنياهو، وأنها عبارة عن بالون اختبار يريد الأخير اختباره، فإنه وفي إطار جدول زمني قد يتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، توافق إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في المناطق التي تحكمها السلطة الفلسطينية، كما تناقش إمكانية نقل أراض أخرى لا تتطلب إخلاء مستوطنات. وبموازاة هذه المبادرة، تعمل جهات إسرائيلية رسمية وغير رسمية على صياغة مقترحات لمرحلة ما بعد الحرب، لكن مراقبين رجحوا أن تصطدم هذه الخطط بمعارضة شركاء نتنياهو المتشددين. أستاذ جاي، بحسب ما رأينا في التقرير، خطة جديدة، نتحدث عن خطة تتعلق باليوم التالي، سيطرة أمنية إسرائيلية، سيطرة عسكرية، بالمقابل إدخال كذلك سلطة مجددة أو متجددة كما يقال، برأيك هل يمكن لهذه الخطة أن تنجح أو أن تتم في قطاع غزة؟ קודם כל אני מסכים עם זה שזה נראה אולן וואפק מענה הדה יבדו כאנהו בלון תג'ארב يعني هذا مقترح نتניהו בעצמו ربما نتניהו بنفسه يريدها ان تطفو ان يريده ان يطفو وربما يكون هذا نوع من السلم ينزله عن الشجره التي ارتقاها من ناحيه يقول ولن يكون اي طرف فلسطيني بالسيطرة ونحن الذين سنسيطر، ولكن بشكل عام خطة مثل هذه تتحدث عن وضع في المدى القصير هناك سيطرة عسكرية وحماس نظريا غير موجودة، وهم يرسمون أيضا ما سيحدث بعد سنوات، يعني هناك وضع وكأن لديهم رؤية للمستقبل حيث يرون هذه المنطقة بسيطرة فلسطينية، البحرين، أموال سعودية ودعم أمريكي، يعني هذه صورة ليس لليوم التالي وإنما سنتان بعد ذلك. هذا يعطي نوعا من الأمل من ناحية إسرائيل، وكأن نحافظ على الأمن وحماس ليست هي المسيطرة، ولكننا نوافق على الصورة التي ستحدث بعد سنوات، يعني سيطرة فلسطينية أو دولة فلسطينية. هذا جيد إذا قبل، ولكن المتطرفين كما سمعنا متطرفين حكومة لا يعنيهم الأمن، يعنيهم السيطرة على غزة وحتى الاستيطان بغزة، لذلك هذا الحل لن يتعايش معه بن غفير، ولكن سننتظر الأيام ونرى. بجملة أخيرة أستاذ جاي، فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، ما المتوقع برأيك في المرحلة المقبلة؟ אני חושב שאנחנו צפויים לזה אعتقد بأن نتوقع يعني إسرائيل تقترب إلى نقطة، إذا كان هناك حل في غزة فحزب الله سيستغلها للتوقف، وحينها ربما نكون انتهينا، ولكن طالما أن السكان لا يستطيعون العودة إلى بلداتهم فإسرائيل لن تستطيع ترك الأمور على حالها. ونكتفي بهذا القدر. الأستاذ جاي بوران طيار، سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.